بعد أن طالت فترة الصمت المتعمد من قبل البنك المركزي، وتنامى الجدل حول تورط البنك في تمويل المجهود القتالي لميليشيا الحوثي والمخلوع، خرج أخيرا مدير البنك المركزي محمد بن همام ليرد على هذه الاتهامات بالقول إن البنك ومنذ بداية الحرب لم يتلقى أي دعم أو تغذية من البنك الدولي. لم يأتي من المجتمع الدولي ولا منح ولا قروض ولا مساعدات، بل حتى يعني الأشياء اللي كانت تأتي يعني توقفت، يعني البنك الدولي وقف كل حق التمويلات، يعني بعضهم استمروا، البنك الثاني شوية استمر، صندوق إدم استمر شوية في بعض التمويلات، لكن الكل توقف منذ الحرب لأنه يقول لك البيئة غير آمنة، فصار يمول بيئة يعني غير آمنة. هو سبب غير كاف ربما أو مقنع لأولئك الموظفين المهددين بقطع رواتبهم في ظل استمرار صرف مخصصات المجهود الحربي للميليشيا. رغم إطلاق البنك المركزي تحذيرا من ثورة وشيكة في البلاد، نظرا لعجزه المرتقب عن صرف رواتب 1,250,000 موظف، يورد محافظ البنك سيلا من الأسباب لعجز ويرجعه للمشاكل التي تواجه البنك، التي منها انقطاع الإيرادات وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وأن مرتبات موظفي الدولة تفوق 5 مليارات دولار سنويا يضطر البنك لدفعها لأنها تمس معيشة المواطنين. فكر في البنك المركزي انه بنك محايد، يعطون الثقة انه بنك محايد، يدعموه في بعض الجوانب حتى يصير يعني قدما، ولا يمس الجانب الاقتصادي، لأن الجانب الاقتصادي إذا مسوه بيمس كل المواطنين، وبالتالي بعد كذا يعني واحد طبعا بتكون في مشكلة، يعني مشكلة عويصة جدا إذا فارش صعب، يعني مشكلة يعني بيكون ثورة على كل الناس. أما الجانب الحكومي فعزى من خلال تقرير له أزمة السيولة النقدية الحادة التي تواجه القطاع المصرفي اليمني إلى تسرب النقود خارج الجهاز المصرفي وزيادة السحب من الودائع البنكية. الحكومة وعلى لسان رئيسها أحمد بن دغر اعتبرت إن فكرة حياد البنك المركزي كانت فكرة غير مناسبة، وأنه سيتم نقل البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، بينما يرى منتقدو إدارة البنك أن هذه الأزمة نتاجا طبيعيا لسياسات ميليشيا الحوثي والمخلوع وصرفها مقدرات الدولة المنهوبة لأجل مصالحهم الضيقة الخالية من أي تقدير لمعاناة المواطنين اليمنيين.